وللحديث أكثر عن الانتخابات الخامسة التي جرت اليوم في العراق وعن إغلاق مراكز الاقتراع والصناديق، معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، ومن بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير الأستاذ علي عزيز. مرحبا بكما معنا أستاذ حسين. يعني مفوضية الانتخابات تقول بأن مؤسساتها شفافة ودقيقة ولا تخفي شيئا عن العراقيين ولا عن وسائل الإعلام، كيف تقيم سير العملية الانتخابية التي جرت اليوم في العراق؟ يعني قضية أنها شفافة ولا تخفي شيئا عن العراقيين، هذا الكلام يعني غير مقبول لدى الشارع العراقي ولدى عموم الشعب العراقي ولدى أي مراقب، بدليل أنها سمحت للجهات المسلحة بالترشح للانتخابات، سمحت للأحزاب ذات الأجنحة المسلحة للترشح، مع العلم قانون المفوضية والدستور العراقي يحظر على هؤلاء الترشح ويحظر على هؤلاء أن يكون لهم كيان سياسي. لا. فهي سمحت لهم، فمن أين أتت الشفافية؟ فالشفافية لا يمكن أن يقولها إنسان يعني ولا يتصور أنه هذا الشارع والمتابع والإعلام هو لا يعي شيئا ولا يعرف شيئا، هو يتكلم مع جمهور أصبح يعي كل ما يدور حوله، فهذا الكلام حقيقة لا يصلح حتى الاستهلاك المحلي والداخلي. نعم أستاذ علي عزيز من بغداد، مفوضية الانتخابات في العراق قالت بأن إعلان النتائج سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، كيف سيكون شكل النتائج وسط ما ظهر اليوم من تعطل لأجهزة الاقتراع في أكثر من مركز انتخابي ونسبة المشاركة المتدني التي لم تتعدى 10% في بغداد بحسب مصادر صحفية؟ نعم طبعا الداعية يبارك هو تشرين المتحدثون مع أبناء العراق المقاطعين في الانتخابات الأمينية، مصطفى الكاظمي النقص العظيم الذي أفشل خطط الأحزاب وعصابات الصحبة المجرمة لإرساء الشرعية على أساسهم وتبعيتهم في المحل، والذي سيأخذه إجراءات عملية جدية مكملة للخلاص من نظام فرضه الغزو الامريكي الغاشم على العراق. اليوم النتائج ظهرت، نحن الان لا نحضر نتائج مما تسمى مفوضيه، هؤلاء لم يصورهم شخص من الشعب العراقي، هؤلاء لصوص متسلحين تسلقوا على جثث شهداء العراق ليصلوا الى هذه الكراسي اللعينه. النتائج ظهرت، النتائج هي نتائج من الشعب بالكامل أدى هذا العزوف الكثير حتى نتيجة واضحة بأنه الشعب قرر لا نريد أن يستمر هذا النظام العين الذي أدت به التبعات الأمريكية ويتباهون بكل وقاحة أعمالهم الأمريكان. العراق انتصر اليوم، هذا النصر الأول للعراق منذ عام 1988 في 8 أعوام، هذا النصر الأول الذي ينهي ذاك النصر الرئيسي. النظر العراق انتصر، الشعب العراقي سلمته، الباقي سيبقى على حقل الباكستين وعلى السياسيين الوطنيين الاحرار داخل العراق وخارج العراق كي نتم من هذه المسيره التي نكملها في وقت مبين ان شاء الله، ونسقط هذه الاوكار، اوكار الشر، اوكار الافاعي في منطقه الخطا وفي البرلمان الجائر، هذا البرلمان الذي يتم تعيينه من خارج العراق. عن اي انتخابات يتكلمون هؤلاء الفاسدين اللصوص المجرمين الشعوبيين القتلة؟ نحن انتصرنا، بعد سطر تاريخ العراق سنبدأ به من بريان. أستاذ علي، هل يمكن أن تعلن النتائج خلال ساعات على خلاف الانتخابات السابقة كما أعلنت مفوضية الانتخابات برأيك؟ وما هي دلالات ذلك؟ كونك كعراقي، أنا أقول لك لا تنتظر منهم، هؤلاء كذابين لصوص، هؤلاء فاسدين، هؤلاء لديها باكرة إعلامية ستضخم نسبة المشاركة التي هي لن تتجاوز 5%، قد يقولون 50%، سيعلنون نتائج كما يريدونها، الانتخابات مدورة سلفا، فلذلك قاطعها الشعب، لا تنتظر أي أحد منهم. نعم أستاذ علي عزيز سوف أعود إليك بسبب هناك مشكلة في الصوت، سوف نعاود على الاتصال بك أستاذ حسين. نفس التساؤل، المفوضية الانتخابات قالت بأن نتائج الانتخابات سوف تعلن خلال ساعات فقط، وهذا خلاف على ما تعود عليه المواطن العراقي خلال الانتخابات السابقة، ما الذي تغير وما هي دلالات ذلك؟
هو العالم كله يستطيع أن يعلن نتائج الانتخابات خلال أقل من 24 ساعة. نعم. ولاحظنا بعض الدول يعني مع العدوى الفرس تعلن النتائج الأولية. العراق ما اعتاد على أنه تعلن نتائج انتخابات خلال 24 ساعة. ما اعتاد على أشهر تأخذ وليست النتائج النهائية. نعم. النتائج الأولية ثم الطعون ثم تأخذ تقريبا عدة أشهر. بالإمكان إعلان النتائج. لكن هناك ستكون عوائق أمام إعلان النتائج. يعني يحتاج أولا نعرف ما هي الأوراق الباطلة من النتائج أن تعلن. نسبة كيف المشاركة جايك؟ نعم. نسبة المشاركة كيف ستحسبها، على المستوى الوطني أم على مستوى فقط من استلم البطاقة الانتخابية أو يمتلك البطاقة؟ كم عراقي ليس لديه بطاقة؟ هذه الأمور كلها نحتاج أن تكون أيضا النتائج النهائية، يعني ممكن تكون النتائج الأولية وتأتي النتائج النهائية مختلفة تماما، وهذا أيضا وارد. هذا كأنك يعني كأنه لم تعلن النتائج. فإذا إمكانية إعلان النتائج خلال 24 ساعة هي واردة وممكنة وتستطيع أي دولة تعلنها، لكن نتمنى أن تكون إعلان نتائج نهائية وبنفس الوقت نسبة المشاركة ونسبة الأوراق الباطلة، لأنه نسبة المشاركة نعم متدنية واضح، لكن لنرى الأوراق الباطلة كم وماذا. هل الشارع العراقي يثق بهذه النتائج إن خرجت خلال ساعات أو خلال أيام؟ لا الشعب العراقي لا يثق بالعملية الانتخابية برمتها. نعم. بكاملها، لأنه يعني هذا عدم الثقة لم يأتي من فراغ، نتيجة تجارب سابقة مع هذه العملية الانتخابية. فمن حق الشارع العراقي أن يشكك في النتائج أم يشكك في نسب المشاركة المعلنة. يعني من المعلوم جدا أنه نسبة المشاركة على المستوى الوطني وليس فقط في منطقة هي أقل من 20%. أنا أتوقع أنه ستعلن 30 أو أكثر بالمية، وهذا الذي يجعل الشعب العراقي لا يثق بالنتائج، هذا الذي يجعل المتابع لا يثق بالنتائج. يعني بعثة الاتحاد الأوروبي نعم هو هذا التساؤل، مع تأكيد بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في العراق بأن إقبال الناخبين العراقيين كان ضعيفا جدا، إلى أي مدى يظهر ذلك فشل الحكومة والأحزاب السياسية بإقناع الشارع العراقي بتغيير محتمل؟ شوف، بعثة الاتحاد الأوروبي كانت تبارك الانتخابات قبل إعلانها، وأنا ذكرتها من هالمنبر وفي منابر أخرى. نعم. اليوم الشعب العراقي أعطاها الجواب الأسفي، ولا تستطيع أن تقول أن هناك إقبال كثيف وإقبال جماهيري رائع. هاي بعثة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. لكن ما هو غريب أنه القائمين سواء في الحكومة أم على العملية الانتخابية بدأت نغمة جديدة. يعني هو لا يلوم الحكومة، يلوم الشعب. هو لا يلوم المرشح، يلوم الناخب. يعني كأنما الناخب هو المشكلة أو كأنما الشعب هو المشكلة. هذا دليل الفشل، فشل قطعي. يعني أنا أول مرة أجد قوى سياسية تلوم شعب. الشعب لا يتحمل مسؤولية والناخب ليس مسؤول. المقاطعة كانت جهد سياسي وليس يعني مجموعة كسالة عرض عليهم شخصيات وطنية وقد رفضوها، وبسبب رفضهم وعدم نهوضهم من النوم وبسبب الكسل ضاعت عليهم الفرصة. القصة ليست كذلك. المقاطعة كانت نهجا سياسيا لرفض هؤلاء المرشحين والكتل السياسية التي قد جربوها سابقا وأثبت فسادها. أعطيني مرشح وطني ومشروع وطني وحزب وطني حتى أدعو الناخب للخروج الانتخابي. إذا ليس لديك مرشح وليس لديك حزب سياسي يحمل مشروع وطني، كيف للناخب أن يخرج إلى انتخاب هؤلاء؟ فكانت عقوبة وكانت نهجا منظما. المقاطعة لم تأتي من فراغ. نعم. أستاذ حسين، علامات استفهام كثيرة حول ما يعني تم الإعلان عنه بأن قوات الجيش سوف تقوم بنقل صناديق الاقتراع إلى قواعد عسكرية ومن ثم إلى العاصمة بغداد. لماذا لا تنقل مباشرة إلى العاصمة بغداد؟ أو لماذا لا يعلن كل مركز انتخابي ما النتيجة بشكل هو مباشر؟ هو يشترط كذلك كل مركز انتخابي بعد جمع المحطات يعلن عن النتيجة وينقلها إلى مكتب المحافظة، ومن ثم من مكتب المحافظة تنقل إلى المكتب الوطني. مكاتب المحافظات لحد الآن لم تعلنها. إذا اختصرت النتائج فقط على المكتب الوطني مع تجاهل مكتب المحافظة ومراكز انتخابية، هذا يشكك في النتيجة. إذا سلمنا بأن الجيش سوف ينقل صناديق الاقتراع من المحافظات إلى بغداد، هذا يجعلنا نقول مستحيل أنه النتائج ستعلن خلال 24 ساعة. لا يمكن. يعني كيف ينقلها من المحافظات إلى بغداد وتحتاج إلى حماية، ومن بعد الحماية إلى الفرز، ومن بعد الفرز أنا ذاك، هذه قضية لا يمكن أن تنتهي ب 24 ساعة. لهذا السبب هناك إرباك في التصريحات،
وهناك تشويش في التصريحات. كل هذه القصة لماذا؟ لأن هناك مقاطعة واضحة من الشعب العراقي لهذه الانتخابات. وأذكر في الانتخابات اللي مضت، إذا تسمح لي بدقيقة أقل، نور المالكي قال احنا أدركنا في الانتخابات اللي مضت أن النسبة متدنية جدا والتزوير كبير جدا، وردنا أنه نتكلم ونشرك القضاء في الموضوع، لكن خشينا على الانهيار العملية السياسية، على انهيار العملية لهذا المستوى، وهذا ما ذكروا أمام شاشات التلفزيون، وهو أحد أقطاب العملية. نعم، أستاذ حسين سبعاوي أعود إليك وأجدد الترحيب بالأستاذ علي عزيز، مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير من بغداد. أستاذ علي، أمام هذا العزوف الشعبي، إلى أي مدى أصبح موقف الأمم المتحدة ضعيفاً ومنحازاً بعد حديثها عن القبول بأي نتيجة للانتخابات لا تمثل الشارع؟ أستاذ، نحن لم نعرض شيء على الأمم المتحدة بكل هذه الفترة السابقة. الأمم المتحدة يعني أمريكا، الأمم المتحدة أي شيء دولي يعني أمريكا. أين كانت الأمم المتحدة حين غزت أمريكا العراق سنة 2003؟ الآن تأتي الأمم المتحدة وتتباكى على العراق؟ أي أمم متحدة؟ العراق نحن من سيحرره. اليوم الذي حصل نصر عراقي واضح مبين، هذا الذي حصل اليوم. لا تنتظروا نتائج انتخابات فاسدة مدورة سلفا. والله يا أخي لو شارك بالتصويت 200 شخص كانوا يشكلون مجلس برلماني 329 شخص كما يريدون. لا تنتظروا النتائج، هذا نصر لنا. الآن يجب نحن أن نفتخر بهذا النصر. النتائج وضحت وبانت، الثوار انتصروا، الأحرار انتصروا، الوطنيين انتصروا. ماذا تريد أن نقول أكثر؟ العالم الآن ينتظر منا أن نعلن كيف حققنا هذا النصر. وأنا شخصيا قد اتصلوا بي عدة مسؤولين من دول مختلفة بما فيهم دول بالمجلس الأمن الدولي، دول دامة الأبوية، متفاجئين بأن كيف الثوار حققوا هذا النصر وحققوا كل هذا الوعي لدى الشعب العراقي خلال فترة لم تتعدى سنتين منذ يوم 1 تشرين 2019 لحد الآن. نعم، يعني أستاذ علي، حتى التقارير الغربية أكدت بأن الشارع العراقي لا يرى أملا في التغيير عبر الانتخابات. ماذا بعد فرز الانتخابات؟ ما فرص خروج تظاهرات جديدة مع غياب أي بديل مقنع للشارع العراقي؟ هل سوف نشهد ثورة تشرين ثانية أو امتداد لثورة تشرين بعد هذه الانتخابات؟ طبعا الذي حصل اليوم وهذا العزوف وإنشان هذا المخطط الانتخابي، هذا نصر آخر إضافي لانتصارات تشرين. هاي أولا. اثنين، على الذي نحن الآن في صدد تنظيمه، هو إن شاء الله في الأسبوع الأخير من تشرين ستكون لنا كلمة وقول وفعل وفصل. هذا تشرين نحن من سينهي تشرين. أرادوا أن ينهوه بانتخابات مدورة مشبوهة موضوعة لم يتمكن، الحمد لله أفشلناها. إذا نحن سننهي هذا الشهر وسننهيه على طريقتنا الخاصة، طريقة الثوار الوطنيين السلميين. أما بالنسبة لنا الآن المجتمع الدولي والعالم بأجمع عرف من هو البديل، والعراقيين عرفوا من هو البديل. الآن البديل هو البديل الثوري للتغيير في العراق. هذا شيء يجب أن يكون واضح وضوح العيان. نعم أستاذ علي، يعني أمام هذا التصريح لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بأنه قد أنهى مهمته بانتخابات أسماها حرة ونزيهة، إلى أي مدى يؤكد هذا التصريح اتهامات الشارع العراقي له بأنه لم يخرج من رحم ثورة تشرين، بل كان مندوبا لا أكثر عن الأحزاب التي قالت الأمور إلى هنا؟ يعني أنا أختصر لك الإجابة حول ما يقول هذا الدعي مصطفى الكاظمي. إحنا هاشتاج أطلقناه والآن انكرر. مصطفى الكاظمي هو شيخ الكذابين، نقطة الصفر، لا يمكنني أن أضيف أكثر. نعم، أستاذ علي عزيز مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير كان معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي، كيف ترى موقف الوقف السني بتهديد أئمة وخطباء المساجد
وإجبارهم على حث الناس عبر مكبرات الصوت في المساجد للذهاب إلى الانتخابات، وإلا العقوبة. يعني هذه المساجد معروف بأنها أماكن عبادة وليس للترويج. يعني أولا هذا من حيث المبدأ هو معيب وغير مقبول. نعم. هذه سابقة لم تحصل سابقا أنه استخدام المساجد وإجبار أئمة المساجد على دعوة الناس انتخاب، وخصوصا انتخاب ناس فاسدين وهو يعلم أنه فاسدين، وهذه تعتبر مشاركة في الإثم ومشاركة في يعني مخالفة شرعية وأخلاقية. يا سيدي مخالفة شرعية وأخلاقية وسياسية. نعم. وكان افترض بأن ينأى عن نفسه بما يجري على الساحة العراقية ويكتفي في إقامة الصلاة وتربية الناس، أو لم يستطع إظهار الحق أو قول كلمة الحق فيكفيه السكوت. أما المشاركة في هذا الإثم وفي هذا الأسلوب الرخيص وتهديد موظفي الوقف حقيقة سابقة لم تحصل، يعني في التاريخ المعاصر لم تحصل، وليس من 2003. وهذا الأمر يحتاج لوقفة جادة من قبل القوى الإسلامية في العراق جميعها وبكل مؤسساتها، أن تكون لها وقفة ضد هذا التصرف. وإلا وهذا ما رفضته هيئة علماء المسلمين في العراق. هيئة العلماء المسلمين وخيار العلماء اللي فيها. أنا أتساءل كيف يقولون بأنه الدين يجب أن لا يكون له في السياسة والسياسة يجب أن لا تكون، عندما يحتاجون المسجد يجيبون المسجد يكبر وينادي المصلين، وعندما ما يحتاجوا أول من يسئل المسجد هؤلاء. لهذا السبب علينا أن ننأى بمساجدنا عن هذا الصراع الفاسد، عن هؤلاء الفاسدين، لتكون مساجدنا بيوت الله طاهرة بعيدة عن هؤلاء الفاسدين. نعم، أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي العراقي كان معنا، شكرا جزيلا لك.